طفولة هذه السيارة 8 أفراد. الهدف من صناعة هذه السيارة تائتاً يعني ليهل المشاكل النقل في بلادنا، خاصة في بلاد الدسارة. سميت تائتاً يعني الكوكب في السماء، يعني اسم الكوكب في السماء، مشان هيك أنا أحب ذات الكوكب، مشان هيك سميتها سيارتي تائتاً. كلفتني 6100 بر. هذه السيارة يعني تعمل بالوقود. Thank you.